بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. طلاب وصلنا إلى موضوع 5.4 انتروبي. شباب الانتروبي هي تعطي علاقة، احنا قلنا للقانون الثاني، يعني القانون الثاني الثيرموداينامك تذكر قلنا إلى علاقة بالانتروبي، مثل ما قلنا القانون الأول للثيرموداينامك إلى علاقة باليو بالانترنال انياجي. هنا الانتروبي قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع فتعدنا بداية مهمة، يعني هسه شنو الانتروبي؟ أكو يطوها بعض التعاريف في بعض المصادر، يعني اكتب يمك مثلا الانتروبي دالة حالة ثرموديناميكية تعتبر مقياس للعشوائية، مقياس للعشوائية أو لا انتظام النظام، يعني عدم انتظام النظام أو لا انتظام النظام، وهي تتناسب طرديا معه. شنو تتناسب طرديا معه؟ بين قوسين اكتب لي يمك، اي كلما زادت اس زادت العشوائيه، يعني كل ما حنقول هذا الانتروبي نظام عالي يعني العشوائيه مالته تكون عاليه. ولا يمكن، هسه سد القوس، ولا يمكن قياس القيمه المطلقه لها، مثل ما قلنا بكتا على اتش على يو تتذكر، ولا يمكن قياس القيمه المطلقه لها، وانما يمكن قياس مقدار التغير الحاصل فيها، مقدار التغير الحاصل فيها، واللي قصدي به دلتا اس. انتبه دائما نقول دلتا، التغير الحاصل قصدنا به دلتا اس، يعني التغير الحاصل بين قوسين نكتب دلتا اس هي اس فاينل ناقص اس انيشال. تذكر من شان نقول شلون الاتش شلون يو دلتا اتش، نفس الاسلوب. وتقاس طبعا هي بوحدات، انتبه جول على سبيل المثال، طبعا وحدات طاقه جول لكل مثل وحدات حراره كلفن نقطة في يعني مول، هاي من ضمن التعريف اللي لها كمدخل لها نقدر نقول. إذا شباب نقطة ثانية اكتب لي ملاحظة ثانية، إذا أضيفت طاقة حرارية، هاي الكلام طبعا جاي أتكلم عن الانتروبي، يعني أنا يمك تكتبها شوف وين تخليها. إذا أضيفت طاقة حرارية للنظام Q يعني تزداد الانتروبي، وإذا قلت الطاقة الحرارية للنظام تقل الانتروبي، هاي معلومات عامة لكن نأكد عليها. ملاحظة أخرى، إذا بذل النظام جهدا زين على المحيط، شوف بدون أي انتقال للحرارة، بدون أي انتقال للطاقة الحرارية، يعني ما عندي انتقال للطاقة الحرارية، فلا تتغير الانتروبي، ما تتغير. هسه إذا عندك أنت زيدت الكيو زائد كيو زادت الانتروبي، ناقص كيو سحبت كيو قلت الانتروبي، بس عملت دبليو بس ويرك سويت الانتروبي لا شنو ما تتغير هنا أنا. زين، وايضا اكو مقوله يعني او عفوا تعريف ثاني يقول الانتروبي، يعني ملاحظه اضيفه جديده، الانتروبي هي مقياس لمدى حيود الاجراءات الحقيقيه عن مسارات الاجراءات الانعكاسيه. بس راح تشوف انت تتكلم كثير عن العمليه تكون انعكاسيه. شباب من تجي على هذا الموضوع شوف دائما اول شيء اللي يقول لك على شكل 5-3 اللي هو هذا امامك بالصفحه، هذا يقول لك هنا هذا الشكل، هاي النقطتين اكتب يمك ملاحظه، هاي النقطه اي ونقطه بي. ايش بيها الشكل هاي؟ هاي النقطه يقول تمثل النقطتان اي وبي، اكتب يمك الرسم اكتب هناك كيفك، تمثل النقطتان اي وبي على الرسم البياني اللي هو هذا الرسم البياني بي في تي بي في عفوا توتال هاتي سمول. زين على الرسم البياني بي في في الشكل 5-3 حالتي توازن، هذا تمثل لي حالتي توازن لمائع معين اي فلويد يكون عندي، وهاي المساران يمثل المساران، شوف اي سي بي، شوف هذا مسار، هذا مسار شباب، هذا مسار مشى من هنا اي سي بي، ومسار الاخر شنو شوف اي دي بي هنا، عمليتين شنو عكسيتين، هاي عمليه وهاي عمليه، فاثنيناتهم عمليتين عكسيتين. بين قوسين اكتب لي شلون احنا هو يقول لنا يعني بشكل عشوائي بشكل اعتباطي، يعني ليس يعني شلون ليس لاي سبب او نظام، يعني مو فد شيء نظام معين، هاي فهي عمليه عكسيه. شوف هسه الرسم ما راسمه ضمن فد شيء سياق معين، اكو واحد بعض الكتب جوز تشوف هيك راسمه من هنا موصلهن، فهو المسار ما جاي يهتم بي، فهذني المسارات اي سي بي واي دي بي شي مثل لي عمليتين عكسيتين بين قوسين بشكل عشوائي وليس لاي سبب او نظام، يعني شلون نقول احنا او اعتباطي نقدر نعبر عنه. تضبط هذه النقاط، يعني شوف هنا جاي يضبط الاي ويا البي بمسارين عمليتين، لكن ها شنو العمليتين عكسيتين، وهذا المسار ما محدد له في صيغه معينه. اوكي شباب اللي هو الرسم مالتنا امامنا، اللي هذا شوف التش عندك احنا دلتا اس
هاي العملية تكون هي تربط بين النقطتين، تربط هذه النقاط. طبعا العملية تربط النقاط A وال B، يعني هذا المسار شباب العفو قصدي يربط بين A و B، مثل ما هذا المسار يربط لي بين A و B. شوف يعبر عنها بهاي التكامل مالته، شوف هنا ACB، انتبه على هاي أسفل التكامل، وانتبه على هاي أيضا الريفيرزبل، هاي العكاسية، وهاي ACB، وهاي ADB. شوف يعني كل عملية هي DQ على T، وتعرف هذا التكامل مالته، ودلتا S تذكر كنا نقول على الدلتا H. فهاي احنا ما عندنا اكثر معادلات، وايضا مين جابها؟ شوف من هاي المعادله قلنا دي اس هو 5.1، كثيرا هسه يشتغل اليوم هاي المحاضره 5.1. من هي 5.1 شباب؟ هي هاي دي كيو على تي، قلنا على التمبرتشر، فسوى تكامل. تكامل هذا هي قلنا حاله داله حاله، فالتكامل مالته دلتا اس، وهذا التكامل يبقى شوف داخل التكامل الى ان نعوض عنه بالصيغه المناسبه. اللي يكون ثابت طبعا يطلع خارج التكامل، تمام؟ يعني هاي شيء ذاكري سابقا. شوف على الصفحة اللي بعدها شباب، هنا شوف أول شيء قال لك بيكوز عندك الدلتا اس، هي شنو هي خاصية التغير مالتنا؟ هي تعتمد، عفوا لا تعتمد على الباث. احنا هالشيء دائما ذاكرينه. واحد يجي يقول استاذ ملاحظة، انتباه رجاء، يقول استاذ الدلتا اس هي كيو على تي، كيو احنا تعتمد عندنا على المسار، أخذناها سابقا. كلامك صح، كيو تكتب يمك تعتمد على المسار، كيو على تي صارت دلتا اس ما تعتمد على المسار، كيو على تي ما تعتمد على المسار اللي هي دلتا اس، كيو بحدها تعتمد على المسار. هاي ملاحظه مهمه. اوكي شباب، فهنا قلنا لا تعتمد على المسار اللي هي شنو؟ طبعا شوف اس بي ناقصا اس اي، شوف دائما يقول الاس بي الحاله النهائيه ناقص الحاله الاوليه اللي هي الاس اي. زين، هنا شباب بعد شنو يقول؟ اذا عندي الفلود مالتنا هنا ننتبه عليه. يقول هنا أنا عندي الفلود، إذا الفلود عندي تغير من أي إلى بي، شوف هنا جاي أتكلم بالضبط، لا تكتب ملاحظة، هنا عندنا مهمة. إذا تم تغيير الماع، على هاي الكلام بالضبط لها فشي مهم، إذا تم تغيير الماع من أي إلى بي، يعني إحنا إن شاء الله هاي المحاضرة حنعطيك هواية شلون فد ملاحظات مهمة على الانتروبي كمدخل، حتى هسه إن شاء الله لها مسائل عندنا، فكل ما ناخذ مسائل تفاهم شلون جاي نحل الطريقة، هذا القصد بي، وإنما إحنا ما نريد ندخل قبل على القانون. خلينا نشرح شنو الانتروبي، شنو الانعكاسية، شنو الفيرزبل، شنو الريفيرزبل العلاقة بيها، وبعدين إن شاء الله ناخذ هسه اليوم يعني في هاي المحاضرة ناخذ أيضا أمثلة رياضية. شباب إذا اكتب يمك على هاي المنطقة، إذا تم تغيير المائع من أي إلى بي عن طريق عملية لا انعكاسية، انتبه شوف هاي الكلمة جوال اشر عليها الريفيرزبل، لا انعكاسية، فالتغير بالانتروبي ايضا هو دلتا اس اس بي تي ناقص اس اي، شوف للتي ايضا بين هذا وهذا صح، لكن شنو يقول؟ كمل كلام، لكن التجربة اظهرت ان هذه النتيجة لا تعطي عن طريق، انها ما نحصل عنها عن طريق التكامل. يا تكامل استاذ هذه، يعني ليش استاذ؟ بنشوف الريفيرزبل يقول مو عن طريق التكامل، اللي يقيم العمليه مالت المقيم للعمليه الغير انعكاسيه. اوكي هسه اعيد شباب، فاذا قال لك بين اي وبي انتبه، هي الريفيرزبل انتبه بروسس، يعني لا انعكاسيه غير انعكاسيه، فتنتبه انت الى انه هي صح هاي القيمه، لكن ما تجيبها عن طريق التكامل لهاي العمليه. والسبب ليش تكتب؟ لأن حساب تغيرات الانتروبي بالتكامل يجب شوف هنا ماست يجب ان جنرال وبين قوسين بشكل عام ان يكون على شنو؟ ريفيرزبل باث، ان يكون على طول مسارات قابله للعكس، يعني عمليه انعكاسيه، يلا استخدم التكامل. فهسه اول محصله ان انا عمليه انعكاسيه ريفيرزبل، يلا استخدم دي كيو اوفر تي اللي استخدمه. هسه بعدين نجي نقول هم نستخدمه بالله انعكاسيه، لكن شنو؟ على اعتبار هي ريفيرزبل نجي، لكن هسه هاي الملاحظه هو اللي يقول لك هي كريفيرزبل، صح هي دلتا اس اس بي ناقص اس اي، لكن هي مو عن طريق التكامل. نكمل شباب، الانتروبي هاي هنا خليها ببالك، يعني عفوا نقدر نثبت ملاحظه تكتبها يمك، اي التكامل دي كيو على تي لا يستخدم في الريفيرزبل، العفو في الريفيرزبل، التكامل دي كيو على تي لا يستخدم في الريفيرزبل، يعني اللا انعكاسيه الغير انعكاسيه بالعربي، لحساب الدلتا اس ما نستخدمه. اوكي لعد شنو استاذ؟ التكامل هذا اللي جاي نشوفه قدامنا يستخدم في العمليه الانعكاسيه، وهذا جدا واضح، هذا بالعمليه الانعكاسيه يستخدم ولا يستخدم في العمليه اللا انعكاسيه، خلاصه الكلام. نجي هنا نكمل شباب، هسه هنا الانتروبي يقول هنا طبعا انا
يقول انتوا ابي لي خزان الحراره، اي بس اتكلم عن هاي المنطقه انا يعني بالضبط جاي اتكلم في المكان حتى تقدر تاشر عليه ملاحظه وهي ملاحظه مهمه. يقول انتوا ابي لخزان الحراره هي كيو على تي، قلنا هاي دائما، حيث كيو شنو هي؟ كيو كميه الحراره اللي هي اما تروح للخزان او من الخزان، اما للخزان او اخذها من الخزان. وعنده يا درجه، طبعا درجه تي كل حراره كل كيو درجه حراره تي، سواء كان الانتقال عكسيا او غير عكسي، وهذا مهم الكلام. يعني الانتروبي هي كيو على تي شباب، كيو على تي بالحالتين، سواء كان الانتقال هو ريفيرسبل او ريفيرسبل. شوف هاي مهمه مهمة، هاي ملاحظة عندنا احنا تكون عندنا مهمة. نجي بعدين شوف هنا بعد اكثر اهمية، هاي جاي يعطيك اياها قبل ما ندخل بالقوانين. شوف دي كيو ريفيرسبل، شوف ايش يقول شباب، رجاء الخطوط خلوا هاي جوا المعلومات ريفيرسبل وادياباتيك، يعني دي كيو ريفيرسبل شوف صفر، يعني شنو حسب المعادلة 5-1 ام التكامل اللي هي هاي امامنا، شوف دائما يجيبها هاي، يعني صفر دي اس صفر، يعني دلتا اس بالتايب هي صفر. زين هذا الانتروبي سيستم شو باك شو يقول؟ يقول الانتروبي للنظام ثابته، يقول هسه تقول صفر. شباب كلمات جدا مهمه ودائما اركز لك عليها بالقاعه، وهسه ايضا اركز لك عليها. انا جاي اقول التغير صفر وليس الانتروبي صفر. زين الانتروبي سيستم هو كونستانت، كميه انتروبي ثابته، يعني ما صعد بها تغير، اذا التغير صفر. هذا كلام جدا مهم، فتكتب يمك ملاحظه او هي هنا تخلي يمها خطوط، اذا ريفيرسبل ادياباتيك دي كيو ريفيرسبل يساوي صفر ودي اس يساوي لي ايضا صفر، وتكتب الانتروبي للنظام ثابته خلال العمليه المعزوله المعكوسة، هم باللغة العربية المعزولة المعكوسة، يعني خلال العملية اكتبها بالانجليزي اعتقد اسهل ريفيرسبل وادياباتيك. اوكي شباب، في هاي عملية شو قال لها العملية هنا اللي انا اهم شيء ما اشرحها ماتها اهم شيء، هاي شوف هسه انا جاي اشرك اياها، هاي يسموها ايزنتروبيك. ايزنتروبيك من تسمع بيها يعني دلتا اس تساوي صفر، من تسمع وشوف هاي الكلمة يعني دلتا اس يساوي صفر، مثل ما قلنا بالايزوثيرمال يعني الدلتا تي تساوي للصفر. شباب هذا احنا شيء متفقين عليه. شوف هسه احنا هذا الكلام اللي حكيناه راح يجي ايضا يلخصه، مميزات المن خواص او مميزات من هي خلاصه الانتروبي. شوف هاي النقاط، هاي النقاط رقم 1، يجي كلام اكو عام اكو كلام يفيدنا بالحلول. شوف يقول الانتروبي هي علاقه بالسكند لو، عند ذكرتها سابقا، مثل ما الانترنال انرجي لها علاقه بمن؟ بالفيرست لو مالتنا هاي، اوكي؟ بالقانون الثاني، نفس تعلق اليو هي ايضا بالقانون الاول، هاي رقم 1. بعد المعادله شوف 5-1 دائما يركز عليها اللي هي هاي امامك شباب، هاي قدامك، يقول هي المصدر النهائي لكل المعادلات التي تربط اس بالكميات القابله للقياس. تعرفنا دائما قلنا اس ما تقاس، فنربطهم بالكميات القابله للقياس. واحد استاذ شنو الكميات القابله للقياس؟ يعني مثل درجه الحراره، مثل الضغط، مثل جزء حجم دني انا اقدر اقيسن. تذكر من اشتغلنا بيه ويا اتش ويا يوب هذا النظام ايضا نفس الشيء. فهنا يقول لي 5-1 هي الاساسيه، نقدر نقول وهي عفوا 5-1 هنا التيميت سورس، يعني شلون نقول مصدر النهائي اللي هي لكل المعادلات اللي نعتمد عليها بحسابها ويا كميات المقاسة. هاي اوكي، هاي ملاحظة رقم 1 اللي هي ملاحظة رقم 2 شباب، ايضا ناش يقول يعني بالملاحظة رقم 2 تقول تكتب يمك، اكتبنا على هاي الملاحظة رقم 2، يعني ليش 2 عفوا قصدي النقطة الثانية، سوري النقطة الثانية، التغير بالانتروبي لأي نظام، ننتبه اكتبها اول ملاحظة، التغير بالانتروبي لأي نظام يمر بعملية عكسية محدودة هو يعطى من يجيبونه من خلال التكامل. يعني خلاصة كلام، إذا عملية معكوسة عندي، عملية معكوسة ومحددة هاي، فالخمسة بوينت واحد هاي المعادلة تعطيني تفيدني تعطيني انتروبي. أوكي، هاي إذا عملية أستاذ قلت لنا هذا الشيء قلنا ونأكد عليه، معكوسة محدودة هي هاي العملية. زين هسه نجي نكمل. زين اذا غير الريفيرسبل، شوف اذا هاي بالاخضر، اذا الريفيرسبل ايش نكتب يا اكتب لتقدير، هسه صارت نقطه ثانيه بهاي الملاحظه الثانيه، لتقدير قيمه دلتا اس لنظام، انتبه لتقدير قيمه دلتا اس، دلتا اس يعني انتروبي لنظام يمر بتغيير لا عكسي، يعني يمر بعمليه هي لا عكسيه، يعني عمليه لا عكسيه بين حالتين مال التوازن، شلون هسه اي وبي شفناه بالرسم. زين فلتقدير قيمه دلتا اس لنظام يمر
بتغيير لا عكسي، يعني بين حالتي التوازن، بين حالتي التوازن، فإنه يجب إيجاد، شوف مهم هذا الكلام شباب ركز عليه، فإنه يجب إيجاد عملية عكسية، يجب إيجاد، شفنا عملية شفنا كاتبك إياها عكسية زين، لتقوم بنفس التغيير المن بنفس التغيير ونجد قيمة من ذا، يعني بنفس التغيير، يعني ليش عكسية؟ ليش أنا كيف إنه أجد عكسية حتى أقدر أستخدم هذا التكامل من صارت عكسية، لتقوم بنفس التغيير ثم نجد قيمة هاي التكامل DQ على T نجدها لهذه العملية العكسية، وبعد وأن هذه الكمية شو تكون مساوية للدلتا S المن للعملية الحقيقية هي اللا عكسية، لأن دلتا S دالة حالة. شباب بكلمات بسيطة أعيدها، أنه أنت إذا عندك عملية لا عكسية irreversible، نروح نجيب عملية عكسية قريبة عليها، عملية عكسية مو لا عكسية، الأساس عندي لا عكسية، الأساس عندي لا عكسية وأريد أحسب لها دلتا S، أروح أجيب عملية عكسية، ركز، عملية عكسية قريبة عليها تمثلها واحسبها عن طريق التكامل عن طريق هاي القوانين مالتي زين، بحيث تكون هي قريبة لهاي العملية، وانتهى الكلام. إذن هذا التكامل وهاي القوانين للعملية العكسية، أوكي شباب، وهي تعتبر مثلهم، أوكي. وليش استاذ واحد يقول ليش؟ لأنه تكتب يمك ملاحظة، لأنه قلنا دلتا S هي لا تعتمد على المسار، هي دالة حالة، تعتمد على الحالة الأولية والحالة النهائية، تكلمنا عليه كثير زين. هل ممكن استاذ سؤال، هل ممكن أن نستخدم التكامل هذا أنا أمامي أستخدمه العملية irreversible؟ لا ما تستخدمه، هناك integration is not carried out for the irreversible بعد هاي مكتوبة يمك وأشرها، هاي الجملة أيضا موجودة عندنا، أوكي شباب. وهنا يجي آخر شيء يقول لك مهم، بما أنه أنا أقول طبعا مهم، هو يقول مهم، بما أن الانتروبي هي دالة، شوف انتبه على الكلام، دالة حالة، رجعنا تشابتر 2 رجعنا تشابتر 3، بما أن الانتروبي دالة حالة فإن تغيرات الانتروبي للعمليات، شوف العكسية والغير عكسية هي identical، يعني هي متماثلة باللغة العربية، هي متطابقة، يعني بالرياضيات عندنا هي متساوية، لأنه ما تعتمد على المسار، فانت عندك بكل الاحوال دلتا اس شنيه هي متشابهه، سواء كانت العمليه الانعكاسيه او الغير انعكاسيه، مره نقول غير انعكاسيه، مره نقول باللغه العربيه لا انعكاسيه، شوف انت بعد اي لغه تفيدك يعني، او عفوا اي تعبير انت احنا نصرف به، هي ريفيرزبل وريفيرزبل هاي باللغه الانجليزيه مالتنا. ملاحظه شباب اخيره، هذا الكلام على هاي، وهاي النقطه الاخيره هو اللي الجاي يلخص بيها امور الانتروبي. واحد يقول استاذ هذا الكلام شلون يفيدنا؟ طبعا يفيدنا بالحل مسائل، شوف انت المسائل، نشوف ايزوتروبيك اساسا دلتا اس انا صفر لك اياها، ريفيرزبل ريفيرزبل حستخدم نفس المعادلات، فانت راح تشوف اكو شغلات من الشرح هي موجوده بالمسائل عندنا شباب. اكتب لي هنا على هاي الفقره الاخيره هنا شباب، واللي حتى هنا بالضبط اللي هم بعدها، شوف امامي هاي وهاي، اكتب لي هو تقريبا الشرح عندنا اليوم. هناك حالة خاصة، اكتب لي عملية، هناك حالة خاصة لعملية تتضمن فقط انتقال الطاقة كحرارة إلى النظام، أوكي، انتقال الطاقة كحرارة إلى النظام، ويمكن حساب التغير بالإنتروبي بهذه الحالة، لهذه الحالة وبصورة صحيحة من تكامل من شنو؟ من تكامل DQ over T، من التكامل، دائما احنا نقول من التكامل، هذا شنو التكامل؟ يكون مطبقا على العملية الحقيقية، يعني هذا نفسه العملية الحقيقية، بالرغم من كون يعني شو يقول هناك حالة خاصة لعملية تتضمن فقط انتقال الطاقة كحرارة إلى النظام، ويمكن حساب التغير بالإنتروبي لهذه الحالة وبصورة صحيحة من التكامل، مطبقا شنو مطبقي على العملية الحقيقية، يعني كأنه عملية حقيقية. ليش؟ بالرغم من كون عملية انتقال الحرارة لا عكسية، يعني واحد يقول لهذا الناس شاش يقول لك، يقول أكو حرارة تجي للنظام بس هاي الحرارة جاي تجي بطريقة لا عكسية، يصير إيه كم سوي بالتكامل لا عكسية، يصير إيه يصير، ترجع نشوف نفس الكلام، لكن حتى نعطيك وتعرف احتمالات أزيد لا عكسية، يصير ليش السبب؟ يجي واحد شوف السبب ذاك لك يا ناسب هاي كلمة ذاك لك يا واحد، يقول السبب إن سبب ذلك يعود إلى عدم أهمية كون الفرق، شوف كون الفرق
بين شنو؟ بدرجات الحرارة. عدم أهمية كون فرق درجات الحرارة بقدر تعلق الأمر بالنظام، يعني حسب ما النظام شوف هذا السبب. عفوا جاي اكتب لك اياها as far as the system. زين شو يقول؟ يقول ان السبب ذلك يعود الى عدم اهميه كون الفرق بدرجات الحراره بين قوسين، اكتب باللغه العربيه بين قوسين، بقدر تعلق الامر بالنظام حسب النظام. زين المسبب يعني هذا الفرق بدرجات الحراره مو هو سبب انتقال الحراره، كون الفرق بدرجات الحراره قلنا بين قوسين بقدر تعلق الامر بالنظام. المسبب لانتقال هذه الحرارة هو مقدار تفاضلي. شباب هاي الكلمة مقدار تفاضلي ومقدار أيضا نقول متناهي بالصغر، دايكم إياها قبل آني. زين انفاين سمال يعني هاي شنو؟ يعني متناهي بالصغر، يعني ضئيل جدا. فهذا لأنه فرق شيء ضئيل جدا ما يأثر، أو مثلا حتى يكتب أول فاينايت يعني محدود، لكن هاي الكلمة إنه شنو؟ تفاضلي، فيكون ما يأثر عندنا. المسبب لانتقال الحرارة هو مقدار تفاضلي بين قوسين، شوف اللي يجعل عملية شنية ريفيرسبل. شوف هذا من الشوف انت هذا نانا يجعل عملية ريفيرسبل او مقدار محدود. فهذا السبب يعني يصير يصير خلاصة الكلام. يعني يقول لك علي انه احنا ما يعني نوضح لك بسهولة انه اذا كانت حرارة حتى وان كانت ريفيرسبل فممكن انه نستخدم هذا الشيء. بالاخير ناجي يتكلم يقول وهكذا يمكن دائما هنا حساب التغير، اكتب يمك يمكن دائما حساب التغير بالانتروبي لنظام ما والناتج من انتقال الحرارة من التكامل. يا تكامل نقصد تكامل دي كيو على تي بسبب شنو؟ عفوا من التكامل دي كيو على تي سواء تمت عملية انتقال الحرارة بصورة عكسية ام لا عكسية. شوف هسه الحالة جايته بصورة عكسية لا عكسية يصير اني احسبها من التكامل. يقول بينما اكو ملاحظة اخيرة قبل ما اروح على المسائل والقوانين، بينما عند كون العملية لا عكسية بسبب شنو شباب؟ بسبب درايفنج فورس اخرى يعني مو حرارة. بينما اكتب يمك شباب، بينما عند كون العملية لا عكسية بسبب فرق محدود عفوا فرق محدد بقوة دافعة اخرى، شوف بقوة دافعة اخرى مثل من؟ مثل الضغط، يعني مو حرارة مثل الضغط. هنا شو نسوي؟ فإن تغير الانتروبي لا يكون فقط عن انتقال الحرارة، مو بس انتقال الحرارة، ولا يمكن حساب تغير الانتروبي بدون إيجاد طريقة عكسية للقيام بنفس التغير بالحالة. يعني غير شيء، مو بس عن انتقال لازم نجي إلا طريقة عكسية تمثل شنو؟ تسوي نفس الطريقة بالحالة. يعني شنو نريد نقوله؟ شوف شباب هو الريفيرسبل ما جاي يعرف يحسبها، خلينا نحكيها بصورة بسيطة. فمن يصير عنده حالات مختلفة شنو؟ يقول لك روح قربها إلى أقرب حالة ريفيرسبل ونشتغل عليها، أوكي؟ إحنا كثر ما أغلب شغلنا هذا كيو ما كيو، فإحنا عندنا التكامل وعندنا قوانين. إذا صار ضغط ما ضغط شغلات ميكانيكال يقول قربها إلى أفضل ميكانيكال ريفيرسبل وأنت طلع الدلتا اس مالتك. شوف هم رجعها وين؟ إلى ريفيرسبل لكل حالة، لكن إحنا جاي ناخذ حالياً هو الدرايفنج فورس هو فقط التي يعني الكيوات وليس فقط عندنا الضغوطات مالتنا، أوكي شباب؟ فهي عندنا ملاحظة أيضاً مهمة. نجي على الموضوع اللي بعده شباب، انتروبي تشينج فور ذا ايديال غاز ستيت. هنا شفنا معادلة حشوفها ان شاء الله بسيطة وماضى علينا كثيرا. شوف اذا قلت كذا عندي واحد مول او يونت ماس من الليكويد هو العفو من الفلويد وعندنا ريفيرسبل بروسيس وكلوز سيستم. تتذكر معادلة يقول 2.7 شباب، 2.7 هي هاي، هاي 2.7 انا اقصد بها هاي هاي دي يو دي كيو زائدا. واحد يقول استاذ مو زائدا دي دبليو، صح بس دي دبليو انتبه عليه هو السالب، هاي بشابتر 2 موجوده فعوضه صار السالب فصار دي كيو ريفيرسبل يعني ناقصا بي دي بي. نجي على الاتش تذكرها شويه احمر عليها سريعا، هي يو زائدا بي في يعوض الدي اتش كاملها عفوا اشتاقها دي اتش يساوي لي دي يو زائدا هاي حاصل ضرب دالتين صار هذا الاشتقاق مالتها انتهى الموضوع. يجي هنا يقول اليمينيتنج شنو ديو، قلنا هاي الكلمه من يقول لك قصده شنو بيها نعوض يعني اقصاها بعاده هاي الديو. شلون استاذ؟ هاي مو قيمتها هاي قدامك هنا امامك، اجي اعوضها هنا انتهى الموضوع. فمن يجي اعوض الديو هنا يطلع عندي هاي المعادله، طبعا هذا يروح الحد ويا هذا تبقى المعادله دي كيو ريفيرسبل دي اتش. نجي هسه صار شوف وين ربطنا ويا الاتش، بعدنا احنا ما وصلنا حد الان ما وصلنا انتروبي، هذا الكلام تلاحظ كله موجود عندنا بالشابترات السابقه. الدي اتش هو سي بي دي تي شباب، وان البي هو ار تي على بي هاي معروفه عندنا، فيعوض عنها زين اوكي يعوض ما تقدر سي بي دي تي، وبنفس الوقت يقسم على تي. هنا واحد يقول من جت تي بالمقام، يقسم على التي
يقسمها بعد ما يعوض يقسم على كل تي انها تختصر لانه هنا موجوده بالفي فتختصر. فهاي بعد ما عوض وقسم على تي دي كيو على تي. ليش جاي يقسم ستار دي كيو على تي؟ انت تعرف انت هذا هو الانتروبي عندي حسب معادله 5 واحد اللي دائما نذكره هنا امامك. شو مال كل صفحه خاليه هاي هنا هاي سماها شوف شباب سماها دي اس وهذا بقى سي بي دي تي على تي ناقص ا دي بي على بي ما بي في المشكله ان شاء الله. زين ار اما تجينا نضربها في ار انا اعتقد العفو سوري قسم على ار انا بسطه مقام قسم على ار هاي ار تلغي صار دي لين بي. طبعا ليش لين بي؟ لانه دي بي على بي اما بهالصيغه تنكتب او تنكتب هاي الصيغه ما فيها اشكال. سي بي دي تي عندنا هنا جل ار هنا اجى ار. هسه يقول واحد ليش اقسم على ار؟ تتذكر شابتر 4 اخذناه سابقا كنا الدلتا اتش على اليمن على ار فيدي يشابهها بنفس الصيغه حتى الحلول ايضا ان شاء الله تكون بنفس الصيغه. شو هاي الانتجريشن عندك فروم انيشال ستيت اند قلنا فاينل ستيت عندنا مالتنا تي نوت وبي نوت والتي والبي تكامل اعتيادي تكامل المن هذا زين السي بي ما يطلعها شباب برا التكامل هاي السي بي ابدا الا ان يقول ثابته لم بي على بي نوت. فانت شوف هاي هاي اللي نريد نقولها اكو عندنا ملاحظه هنا اكتب لي اياها يعني شباب على هالمعادله اكتب ملاحظه صغيره الانتروبي هنا الانتروبي هنا داله للضغط والحراره صار اشوف للتي والبي في حاله الغاز المثالي طبعا بينما دلتا اش تذكر دلتا يو المن داله لدرجه الحراره. هاي مهم يعني مو هاي شوف هذا الحد كان ما موجود عندي بالانتروبي وباليو انا حتى واحد ايضا هذا مؤثر هنا عندنا فخله اوكي موجود يكون عندنا لكن هناك ما موجود عندنا. زين هاي الملاحظه هنا ايضا استنتاج يوصل له هم لطيف وكتبه يمك حلو يقول على الرغم من اشتقاق هاي المعادله يحكي على المعادله على الرغم من اشتقاقها لعمليه قابله للعكس هاي ميكانيكيا عمليه ميكانيكال ريفرسبل ما عرفنا كلمون ميكانيكال ريفرسبل بروسس زين فان هذه المعادله زين تتعلق بالخصائص فقط. شوف فعلا شفنا بس بالخصائص التي والبي والار كلها خصائص تتعلق بها على الرغم من اشتقاق العملية قابلة للعكس ميكانيكيا فإن هذه المعادلة تتعلق بالخصائص فقط بغض النظر شوفنا شباب independent of the process causing this change of state independent شوف independent variable احنا نقول يعني غير مستقلة بغض النظر اكتب يمك عن العملية التي تسببت في تغيير الحالة ما اعتمدت على البروسس مالتي على البروسس ما اعتمدت زين وبالتالي فهي معادلة شوف عامة جنرال اكويجن لحساب الانتروبي زين بمن؟ بالايديال طبعا غاز بالايديال غاز ستيت. هاي شباب كل كلمه من يكتبها هنا ما يكتبها اعتباطا لا يكتبها الا بها معنى حاله ريفيزبل حاله ايديال غاز ستيت مو بكيفنا اذا حاله مو ايديال جزء غير كلام يصير في وقته لكن شو هنا ايديال غاز ستيت وريفيزبل بروسيس وتشتغل هنا شنو يقول بغض النظر مختلفه ما اعتمد على البروسس اذا هي تصير جنرال يعني حتى هنا هي تستخدم هاي المعادله عشان تستخدم ريفيرسبل وريفيرسبل. ليش؟ لان قلنا دلتا اس هي بدها تعتمد فقط على الخصائص هاي المعادله بدلتا اس تعتمد فقط على الخصائص ما تعتمد على شنو على المسار مال العمليه والعمليه فممكن تكون هي معادله عامه للاستخدامات يقول بالرغم من اشتقاق ريفيرسبل لكن هي ممكن انها تكون شنو هي عامه ممكن انه تكون عامه هذا اللي يقصد بيه بهاي الكلمه يعني العفو هاي الكلمات الاسطر الموجوده امامك. زين هسه نجي شباب عندنا ثلاث امثله ان شاء الله قصيرات بالحلول شوف اول مثال 5.2 اوكي 5.2 عندنا ايديال غاز ستيت شوف يقول هيت كاباسيتي هاي مالته كان يحسبها قبل هاي تي بي تذكر بال عندنا بالاديابات اتذكر هاي المعادلات عندنا جاما تي بي واحد ناقص جاما ويتحول الى هذا الشيء شوف تذكر نسويه احنا هيك من كنا نحله عندنا موجود فور ريفيرسبل شوف اديابتك صحيح وبين قوسين ايش كاتب لك ايزوتروبك ايزوتروبك ايش قلنا احنا عليها دلتا اس تساوي للصفر بروسس كامبير شيل المطلوب يقول شو ذات هاي المعادله هي نفس النتيجه من معادله 5 10 واحد شنو 5 10 استاذ هاي المعادله 5 10 امامك يعني هاي المعادله انت مو تقول نفس طلع لنا اياها يعني مشابه نفس المعادله من هاي المعادله طلع لنا يعني اريد هاي المعادله من هاي المعادله بس الحاله هي ايزوتروبك بسيطه ان شاء الله هاي 5 10 المعادله يساويها للصفر ليش صفر ايزوتروبك فبقى عندي شنو سي بي على ار لين تي 2 على تي 1 ناقصا لين بي 2 على بي 1 هذا اوكي هذا فشي يكون عندنا خاص بعد ان انا وين عند التكامل ليش راح لازم السي بي يطلع لك اياها ثابته زين السي بي هنا اعتبرها شنو هي؟ از كونستانت شوف بالضبط هاي لازم السي بي هي ثابته شوف انتبه ليش طلعها بهذا التكامل؟ لان السي بي هنا ما تعتمد على التي
تطلع برا التكامل هي والآر طبعا تكامل دي تي على تي هو لين تي 2 على تي 1 هذا كلكم تعرفوا مثل ما لين بي 2 على بي 1 اوكي فيساوي لي لين يرتب المعادله بس شباب مجرد يرتب المعادله انا ما به السؤال فالشوال انتهى تقريبا لا صارت لين تي 2 على تي 1 يساوي لي ار سي بي ولين بي 2 على بي 1 اكو شغله واحد يقول زي احنا مين نجيب جاما اتذكر جاما هي سي بي على السي بي اخذناها سابقا واخذنا هاي المعادله تذكر السي بي هي سي بي زائد ار هن ذي يتعوضن بس شوف هاي السي بي هي سي بي زائد ار هاي سابقه من معادلات شابتر 4 انا جبتها زين وار عندك ار على جاما ناقص 1 على جاما فاذا عندي هذا الحد شوف عوض جاما ناقص 1 على جاما شوف هذا عوضه وين جابه شوف بالضبط هنا اخذها هاي فاي لين تي 2 على تي 1 يودي طبعا الطرف الثاني انه هو سالب صح عندي الموضوع هذا شباب هذا انا انتبه عليه يصير ترى اس لهنا هذا بين قوسين اس انتهت تاخذ اكسبانشال للطرفين ينتهي الموضوع هذا السؤال اللي موجود قبل ما ناخذ الامثله الثانيه عندنا البقيه باو اجانا موضوع هم ايش تحدث عنه شو يقول؟ يقول عندك هنا انت كويجن تذكرها 4 5 اللي اخذناها قبل هي هاي شباب هاي هسه انا استاذ تعال شو جاي تحكي انا جاي احكي لك اذا السي بي هنا عندي تذكرها شوف التكامل عندك هنا موجوده اذا تاتي من عدسه الحاره مو ثابته شو اسوي؟ بالضبط شباب مثل ما سوينا بشابتر 4 من دوخك يعني بالضبط مثلها ما يصير عندك اختلافات فخمسة عشرة اللي يتحدث عنها انتبه هي هاي خمسة عشرة المعادلة اللي يخاف واحد مشافه هي هاي موجودة اوكي فمن تجي على هذا ان انا عندنا ما عندنا فشي جديد اليه يقول هاي مثل اربعة خمسة عوض السي بي خمسة عشرة هذا التكامل شوف جاي عالج هذا التكامل اذا السي بي شنية تعتمد عليه من قلنا على التي يعني اي بي زائد بي بي تي زائد سي بي تي تربيع وهكذا صار التكامل عنه. اوكي تكامل حله هو هذا اوكي اجى قال معادله 4 8 شنو 4 8 استاذ هاي 4 8 خلينا جبناها كان اشوفه تذكر من التكامل هو هذا يساوي لنا نفس الاسلوب نفس الاسلوب شوف فهو يقول لك هذا التكامل مالتي زين هم 4 8 هذا متكامل عندي الثاني ب 5 11 و4 8 كان عندي هذا التكامل هذا كان عندي التكامل وذا هسه عندي شنو اللي يقول اتذكر روح على البرنامج هذا مالتي اللي هي الماث كاد الاكسل ماتلاب هذا برنامج حسابه شوف سوى انا بالضبط سوى بس خلينا انا اس انتبه هاي اس خلي عليه دويره شنو اس يعني انترابي تي نوت وتي تذكر واي وبي وسي ودي نفس الاسلوب بعد استاذ عندنا كان مين هيت كاباسيتي صح؟ اي نفسها هسه انا هم اجي اعوض مين هيت كاباسيتي شوف بس شوف خلينا انا خلي اس تتذكر سابقا قلت لك كان يخلي اتش لانه بالمستقبل راح تجي الاس فكان يميزه شوف خلي اس وهنا اس قصده انا جاي احكي على اليمن على الانتروبي ايضا تكامل هذا على لنتي ننتبه لنتي على تي نوت تفرق عنها يعني فايضا واجى نوب كاملها وسوى معادله هاي السي بي ما بين الاقواس اي زائد هاي تكامل مع السي بي مين يعني يجي واحد يقول استاذ اني اتذكر من قلنا هذا التكامل لو حل بهاي ثلاث نيوتن صحيحات شباب تو واحد مشتق من الثاني يعني شوف شو يقول 5 11 زين وحل هي هاي نفس الشيء شباب يعني هذا جزء من 5 11 هذا سماه سي بي مين جزء من عندك فما يفرق عندك ما يفرق بالحل الجابه خلاه ف5 11 شباب هاي هي 5 13 نفس الشيء يعني انت مرات انتبهوا هم معلومه عامه انت من شوف معادله مشتقه من معادله يعني شنو نفس الشيء تطبيقها نفس الشيء هسه واحد يقول زين ليش جاي مثلا يسهل لك يسحب لك فكتر عندك موجود فتحد معين عندنا موجود يستفاد من عنده ماكو ازيد من هذا الشيء الانتباه شباب رجان فهي نفسها نفس السي بي اللي استخدمناها سي بي نفسها اسهل لي مرات هسه تكون عندي بالتعويض استخدمها ما مجبور عليها اللهم الا يقول لك بال يعني ان كان بالسؤال يقول لك استخدم معادله 5 11 انت هنا مجبور استخدم معادله 5 13 انت هنا مجبور اوكي شباب وايضا شوف حتى هاي المعادله استمر قال نفس ما عملناها قبل سوى لها هاي مين تذكر ام وهاي اس هاي للمين وهاي للانتروبي وسوى هذا الشغل نفس بالضبط ما تشابتر 4 ما ادري اني اصرف بها وقت يعني اكثر والاس هي اشاره لمن؟ للانتروبي مثل ما عندي الاتش سابقا هي اشاره للانتروبي وقال هنا نقدر نقارن بيناتهم ويوحي انه اكو فرق بيناتهم طبعا فرق لانه حسب التكامل الموجود يعني زين هذا جاي من تقييم التكاملات فصار عندي فرق شوف هاي 4 9 الكاتب انا خال لك اياها هنا هاي معادله شوف هاي اتش تذكر هذا اتش هذا اتش عندي موجود 5 12 هاي مال المتكامل اللي هو شوف هاي 5 12 انا قلت لك اياها هاي اللي يسويها زين وهذا عندي زين شي تطلع لي شباب تذكر هذا التكامل سي بي لين هذا ويا 5 10 5 10 الاساسيه مالتنا هاي 5 10 يجي يعوضها يطلع لك اياها بدلات هاي المين و
واحد يتذكر هم كان عندنا بشابتر رابع كنا دلتا اتش ويا سي بي مي تذكره، حتى كنا هي نفرض نطي قيم للتي ونطلع سي بي ونعوضها ونطلع تي جديده، تذكروا لا هو نفس الاسلوب. فهنا بنعوضها واحد بالاخ اجي اصلك الى هاي الصيغه، هاي المعادله اصلا كاتب عليها، هاي المعادله شباب اكتب عليها، ما ادري منك في اشتقاق او تعويض ولا شيء بسيط هذا. هذه المعادلة اكتب لي عليها بشيء مهم، هذه معادلة مفيدة عندما تكون التي النهائية مجهولة، شنو ايتريتف تذكر هي هاي بالضبط، هاي بالضبط نفسها. فواحد يجي يقول استاذ انا بيمن احل، انت تحل بهاي صحيح وتحل بالقبل بهاي ايضا هاي شباب وهاي نفس الشيء، هاي شباب كذب وهاي نفس الشيء، هاي اجى لخص لك انه السي بي، هاي واحد قاعد يقول شنو هاي استاذ انتبه على جاي اشرع علي هاني، هاي جابها من هاي بعد ان لخص السي بي عوضها كاي زائد ان بي بالتي زائد سي بالتي تربيع زائد دي بالتي ناقص 2 اتذكر وعوضها وكامله، فشلون احنا نقول رتب لنا اياها جاب لك اياها. زين شنو هاي فرق؟ هاي تكامل لازم تقعد تكامل، زين استاذ يصير عوض هنا السي بي تكامل عوضها يصير اني عندي معادله اي زائد وعوضها وحلها ممتاز يصير ماكو مشكله ماكو. بس هو نجا شو يسوي لك بهاي التكاملات؟ هاي شوف هذا التكامل اللي هو هذا التكاملات اللي شوف هذا التكامل هذا هنا استشهد لك عليه، ارجع على اول خطوه شوف جاي يعطيك الحل مالته جاي يريحك قبل ينطيك الحل، فما عندك بي مشكله ماكو بي مشكله ان شاء الله. زين فلان المعادلات حتى ليس الاشتباه بالدلتا اس نفس الشيء، دلتا اس كلهن نفس الشيء، كلهن جايه من هاي الاساسيه مالتهن كلهن. انت هنا الطريقه لحل التكامل ما بيعوضك باي طريقه بسيطه واي طريقه مثلا تكون عندي متوفره. وبصراحه كتب لك قال لك هاي المعادله سان جاي اشرح عليها، هاي المعادله اذا عندك تي مجهوله النهائيه تستفاد منها بالحل اسهل لك. تجي تطلع تحسب تي هسه شو نطبقها مثال، نفرض تي نعوض نطلع السي بي من معادله 8 معادله هاي اللي هنا هسه اطلعها من هاي المعادله وارجع انه بعوض السي بي بهاي المعادله واشوف هل طلعت لي تي جديده ولا لا. هسه شوف حنسوي بالضبط نفس الاسلوب، نفس الاسلوب اللي سويناه بالدلتا اتش. فشوف مثال 5.3 عندي ميثان غاز من 550 كلفن الى 5 بار، هم مثال قصير، يروح وين يسمونه اكسبانشن للواحد بار، هو ايديال غاز ستيت طبعا هاي مهمه الكلمات، وفاينل تمبرتشر هي المطلوبه. فشوف شباب من 550 الى 5 يجي هنا اكو كلمه بعد اضبط انا عفت العفو ريفيرزبل ادياباتيك اكسبانشن، وهي ليش مهمه استاذ؟ مهمه لانه جاي يلغي لك الاس، انتبه الدلتا اس العفو يلغي لك اياها. فشوف هنا اول كلمه قال فور ذس بروسيس يعني هي ايزوتروبيك ريفيرزبل ادياباتيك اكسبانشن اوكي، فشو تكون عندي دلتا اس يساوي لي صفر. والمعادله 5.14 مالتي شو راح تكون هي المعادله النهائيه؟ شوف عصر دي هاي بالضبط 5.14 وانا بنفس لا شوف هاي بالضبط هاي تساوي لي صفر، اذا هذا الجزء هذا الجزء شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لي هذا الجزء يعني هاي تساوي لي صفر، ما قيمتها صح ولا ريفيرزبل ادياباتيك اكسبانشن قلنا دلتا اس توتال للعمليه تساوي لي صفر. فشوف ساوى الطرفين انتهى الموضوع، عند البي 2 عند البي 1 التي 2 ما عنده شباب، عندك تي 1 شوف بس مجرد وديها للطرف الثاني ولن تي 2 على تي 1 يساوي لهذا الشيء ما بيها بعد يعني اشكال ان شاء الله، وطلع تي 2 شوف طلعت لي هاي المعادله. انتبه يا شباب على هاي المعادله، انتبه هاي المعادله اذا احسب التي 2 يعني يحسبها شنو المشكله؟ من يجي واحد يحسبها الوصول هاي المعادله بسيط، اذا احسب التي 2 يساوي لي التي 1 شباب انتبه يساوي لي التي 1 بمن؟ بالاكسبانشال. اوكي تي 1 عندي استاذ معلومه شنو المشكله؟ هذا رقم الار عندي معلومه، السي بي مين اجيب هاي السي بي؟ مين اجيب هاي الكاباسيتي؟ مين اجيبه؟ لو رقم انتبه على كلماتي شباب انتبه رجاء، لو السي بي هنا رقم مثلا 5.2 4.2 مثل المي او هاي اوكي ما مشكله تنحل بثواني، لكن هي مو رقم هي معادله ويا تي، اذا هاي السي بي مين مين اجيبه؟ اجيبه من معادلته من 5.13 هنا نقلنا لك اياها مات اوكي قبل ما اشوف من معادله 5.13 هاي. زين استاذ اقدر اجيبها؟ لا ما نقدر نجيبها، ليش ما نقدر نجيبها؟ لان هذا يمثل لي تي 2 اكو نوت تي مين اجيبها اني ما موجوده عندي. زين ما موجوده تي نوت عندي، هاي التي مين ما عندي شباب، هي اصلا مطلوبه ومعقده يعني اقدر ما اقدر. وكان تعرفون في نفس الكلام حكينا بالدلتا اتش بس خلينا نعيد الفائده. زين اذا واي قلنا تيبل سي 1 طبعا عندنا ثوابت مالته مو في المشكله، فلهذا شباب لازم شنو هو؟ لازم هو يحل. شوف خلى تي 2 مجهوله، شوف ما قدر وقف
اذا شلون احصل الحل شباب؟ الحل هو كالتالي وبخطوات بسيطه ومعروفه عندكم ان شاء الله. نفرض التيتو، ومناسبه لطيفه يعني كلمه لطيفه، انه التيتو شو تكون هي؟ اقل من 550، اقل من 550 شباب هي التيتو. زين ليش؟ لانه جاي يبرد، هو اكسبانشن جاي يقل الضغط، يقل هو يبرد الغاز هنا عندنا، فاقل. وتذكر زين، وشو الاستاذ؟ اكتب يمك، افرض التيتو اقل من 550، احسب السي بي من هاي المعادله امامك هسه هنا 513، اوكي من 513. بعد استاذ نحسب تي 2 جديده من هاي المعادله اللي هي 514 بعد التصفيه صارت هاي، نحسب تي 2 جديده. هاي ثلاث خطوات، هاي عفوا الخطوه الاولى افرضها، الخطوه الثانيه هاي احسبها، الخطوه الثالثه اطلع قيمه جديده، الى ان شنو شو يقول لك؟ الى ان يصير كونفرجنس، شنو؟ تقارب بين فاينل فاليو اللي هي تكون تي 2 تكون مقاربه، تعطينا 411 فاوقف. وتتذكر تقدر تستخدمه بمن؟ بالجول سيك اللي يقول هو اصلا موجود بالاكسل وبسهوله، احنا هم شرحنا لكم اياها انه تقدر تحلها بسهوله ان شاء الله، ما بها اي مشكله. اوكي شباب، هاي ما انتهى الموضوع. هذا حال دلتا اتش، لا تتعب نفسك بقرايته او فد شيء، بس مجرد تقابل به الموضوع هذا، يعني عفوا تقارن به وانتهي الموضوع ان شاء الله. زين 5 4 المهم هذا يقول 40 عندي كيلو رام من الستيل كاستنج. نعم شو كنا نقول احنا عندنا جسم يعني يقول مصنوع يصبون المعدن او يعني منصهر او اي ماده وين؟ بقالب. هو هم يقول ستيل كاستنج، يعني كاستنج كلمه كاستنج كل شيء قصدهم به يعني صب فشي يعني وين يقول؟ طبعا انا بعطيك السي بي، شوف هنا بعطيك اياه رقم، وهذا الشيء مهم. تيمبرتشر 450 از كوينشنج او كوينش عندنا هذا التبريد، تكتب فوق هاي الكلمه شباب، هاي تبريد مفاجئ، كوينش يسوي لها كوينشنج، تبريد مفاجئ، تبريد مفاجئ. زين يعني او بردت بفجاه مثل ما يقولون باللغه العربيه. زين انا اشوف شو عندي هنا يا شباب، عندي ستيل 40 كيلوغرام، خلينا وين؟ بالاويل اللي هو 150 كيلوغرام، يعني حرارته 450 ذاك، والاويل قد حرارته 25، اوكي؟ اذا هذا 450 حرارته شوف وين، وهذا 25. يقول ذير ار نو هيت انالوجيز، ما عندنا خساره بالحراره، يعني تفرض انه وات از ذا شنو الانتروبي مال كاستنج مال الستيل، شنو الانتروبي؟ الانتروبي مال الاويل ايش قد؟ وكونسيدر توجذر يعني اجمعهم سويه، ايش قد قيمتهم سويه، بس مجرد عمليه الجمع مالتهم. من تجي هنا يا شباب عندنا اول شيء اني انتبه الستيل كميته 40 كيلوغرام، لكن هو شنو؟ حرارته 450 الاوليه. الاويل كميته 150 كيلوغرام، لكن حرارته ايش قد؟ 25، حرارته 25. اين التي النهائيه؟ انا اريد التي النهائيه، ومكتوبه هنا قدامك التي النهائيه تجي من انرجي بالانس، بعد لانه الطاقه مال الاويل زائد الطاقه مال الستيل متساويات، يجب ان يتساوون، يعني اللي فقد الاويل يروح للستيل، واللي فقد الستيل يروح للاويل. احنا شلون بنبرد يعني مي حار ومي حار وما بارد؟ نفس الاسلوب، هذا الحال تجي كيو من الماء الحار للماء البارد هي اكيد متساويه، اللي فقد الحار وين تروح؟ للبارد، والعكس صحيح. اوكي شباب، فشوفنا انتبه هاي الطاقه، يعني هاي ام سي بي دلتا تي، ام سي بي دلتا تي، المن 40 للستيل و150 تعرف من هاي وزيمات المن لل العفوي للاويل. واحد يقول ليش 40؟ ليش صار مو بالمولات؟ انتبه على السي بي نانا بالكيلوغرام، وحداته بالكيلوغرام. اوكي يساوي صفر. تطلع هاي التي الصغيره سمول احنا مسميها هي التي النهائيه، تي فاينل، احتاجها طبعا تحتاج يعني انت كل دي تي وهاي وكل تي تو احتاج. فشو هسه شو صار بعد الانترو جدا سهل حساباته. ماكو عاد عندك ما عم الضغوط، حتى ما جاب طاري ضغط ولا عنده تغير بالضغط ولا فد شيء، بس حراره هنا الشغل. فشوف سي بي دي تي على تي، يعني هذا الام بي 2 على بي 1، ايضا اللغه ما موجود عندي هنا بالحد، اللغه اوكي ما موجود. فمن يجي هنا شباب، من يجي هذا يسوي ام سي بي دي تي على تي، الام هنا ما تقول صار ان لو ام، ما مشكله انت سي بي شنو وحداتها تسوي مثله، مو فد مشكله. فالسي بي عندك رقم صريح والام رقم صريح، لو تي 2 على تي 1، تي 1 عندي رقم صريح اللي 450، وتي 2 هي هاي اللي حسبتها من انرجي بالانس، شو طلعت لي بالسالب، خليها اوكي. لا تقول انت روبي استاذ وينكم بالسالب، لا انتبه انتبه علينا، بعد جاي نكمل هذا، بس هو مالت التغير. زين وانت روبي مال اويل نفس الاسلوب، 150 عندي كميته و2.5 السي بي مالته، وعندي ايضا حال اوليه 25، والسخن وين وصل؟ للخمسه لل 46، هاي تي 2 طلعنا اللي هو 950 كيلوغرام، اوكي؟ فطلع عندي شوف هاي الانتروبي مالته 26، التوتال شوف طلعت لي موجب، فحتى انا كاتب لك لاحظ على الرغم من ان
التغير الانتروبي هو موجب، لكن شنو لكن فقط شنو يقول لكن الانتروبي مال الكاستنج مال الستيل قد انخفضت، يعني رغم هاي قد انخفضت يعني مالتنا اوكي الانتروبي مالتهم. فاوكي شباب ان شاء الله، فاحنا يعني تركز على ان شاء الله دني مواضيع مال دلتا اس ويا سي بي هي جدا مشابهه للدلتا اتش، ما تختلف بس ضاف لها حد مال الضغط، والبقيه ان شاء الله كلها تكون عندنا الشابه. ودني شرحنا ان شباب جانا بدك تلخصن وتثبت، وان شاء الله ايضا حنعطيك مسائل رياضيه انا اعطيكم اياها مو بالفيديو، ان شاء الله ادزلكم اياها يعني برسالة عن طريق الكلاس روم او التليجرام، واي سؤال عندكم ان شاء الله نتواصل، والحمد لله رب العالمين.